يروى أن ابن المبارك رحمه الله سافر في رحلة طلب العلم إلى الشام، وابن المبارك من بلاد ما وراء النهر، يعني ما يقارب إيران في هذه الأيام، سافر منها إلى الشام لا بالطيارة ولا بالسيارة، سافر إليها إما ماشيا وإما راكبا على دابة. فعندما وصل إلى الشام استقرض من صاحبه قلم، مش مال، قلم، طالب علم أراد أن يكتب ما يتعلم، فاستخدم هذا القلم، وبعد انتهائه من رحلة طلب العلم وضب أغراضه ومتاعه وأراد أن يقفل راجعا إلى بلاده. كم أخذت معه كم من أيام وقد تكون أشهر حتى وصل إلى بلده، فعندما وصل إلى بيته وأراد وبدأ بأن ينزل متاعه فإذا به يجد إيش؟ القلم. شو هالموقف الصعب؟ هلا بالله لو أنا مش هقول أنتو، أنا لو أسأل هذا السؤال، يا عمي ما تشدد على حالك، خلاص الله يسامحك. ولو جميعنا نسمع هذا في مثل هذا الأيام، وين بدي أرجع يا شيخ؟ الله ودي الألم، بلاد صعبة، مش ببعث له إياه بالبريد، مسافات بعيدة وطويلة. قال فإذا بابن المبارك يشد رحله مرة أخرى. قيل له يا ابن المبارك رحمك الله يعني لم تصل بعد؟ فقال أخاف أن يوقفني الله على باب الجنة بقلم. ثم عاد وشد رحله حتى وصل إلى بلاد الشام، فأعطى صاحب القلم قلمه حتى بكى. بمثل هذه الأمانات نشر الله علمهم.